مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات بسيطة، وكمان النهاردة معانا مفاجأة ومعانا مش عايزة أحرقها، خلينا نقولها في نهاية الشوط الأول. وإحنا قبل ما نبدأ الشوط الثاني نقول لحضراتكم معانا مفاجأة إيه. النهاردة هنعمل مكرونة. إحنا عملنا قبل كده حلقة خاصة بالمكرونات، عملنا فيها أصناف كتير للمكرونات. هنعمل النهاردة وصفة بديل للصوص البيستو اللي بيتعمل بالصنوبر، لان طبعا احنا عارفين الاسعار غاليه قوي، لكن في ناس بصراحه بتحبه قوي تعمله بالريحان وزيت الزيتون. هنحط بديل للصنوبر هو كام واحده من اللوز المقشر كبديل ليه، ولو عندنا شويه جبنه صغيرين بارميزان ما فيش مشكله، ممكن نستبدل رومي برده ما فيش مشكله. خلينا نعمل بيها شويه مكرونه كده لطيفه، ونعمل جنبها الكاردون بلو. الكاردون بلو من الحاجات الحلوه، احنا بنحبه قوي، يا اما سندوتشات يا اما ناكله جنب حاجه، وليه طريقتين في الحشو هنتكلم عنهم برده النهارده. خلينا نقول بسم الله وننزل مقادير مكرونه بصوص البيستو. طيب عندي مكرونه مسلوقه، اي نوع حضراتكم تحبوه تفضلوه. عندي توم مفروم، ريحان فريش، عندي زعتر، عندي لوز، عندي زيت زيتون، وعندي نص كوبايه من الكريمه، وممكن للاضافه اضيف معلقتين من الدقيق للقوام. عندي جبنه بارميجان مبشورة، وعندي طبعا ملح وفلفل. هنقول بسم الله وايه، وهنبدا اول حاجه. عايز اعمل الصوص كده، هي المساله بسيطه، الفكره في الصوص كله ان انا اخد كده اللوز والريحان والزعتر، وهنضرب الحاجات دي في الخلاط علشان تديني صوص حلو. بسم الله هنحط كده الايه اللوز، وطبعا اللوز مفيد جدا برده، في يعني احماض جميله جدا بتساعد على خفض الكوليسترول وبتقوي العظم وبيحسن من مرونه الجلد، وعشان كده بنقول ايه السبع لوزات كل يوم تحافظ على بشره صحيه جميله، ما يبقاش فيه تجاعيد، يبقى فيه الاجانب دايما مهتمين بالموضوع ده. حط شويه من الزعتر، بس طبعا الافراط ما بيبقاش حلو لانه برده بيخفض مستوى السكر. تعالوا كده، انا حطيت زعتر، هاخد شويه من الثوم، حطينا اللوز، الريحان، الزعتر، الثوم. وعايزه اقول لكم الزعتر ده لو فريش كمان بيعالج الاسهال وحب الشباب، عايزه اقول لكم ليه فوائد كتير، بيعزز صحه القلب كمان، مهم للعين، مهم للقولون، الناس اللي عندها مشاكل في القولون لما تغلوا الزعتر وتشربوه جميل. طيب ناخد كده، خلي بقى الجبنه، وهو كمان بيقوي المناعه، من الحاجات الحلوه جدا، ممكن تغلوه لوحده او تغلوه مع شمر، يعني الاثنين حلوين. طيب انا حطيت كده، هحط بقى رشه ملح وفلفل. كل شيء بنتكلم عنه ليه فايده، اهم حاجه عدم الافراط فيه. اي حاجه بنفرط في يعني تناولها هي ما بتبقاش صحيه ولا كويس، اكيد هيبقى ليها اضرار. طيب احنا عايزين بقى نستفيد من الفوائد دي، فنستخدمها بمعدل كويس علشان نقدر نستفيد منها فايدتها لجسمنا بشكل كويس. التنوع حلو، مشروبات ساعات الناس ما بتبقاش لاقيه مشروبات كويسه تشربها، فاحنا بنقول ايه لا في حاجات تانية. كمان الشمر ده عايز اقول لكم للسيدات المرضعات بيزود اللبن، يعني الشمر. تعالوا بقى نقلب كده الزيت الزيتون ده بقى، بصوا عايزين تحصلوا على بشره شبابيه للجسم طول الوقت وعلى مر السنين، اعملوا زيت زيتون. للشعر، الناس اللي عندها شعر شويه مجعد بيفرد الشعر، عايزه اقول لكم اي حاجه ليها علاقه بالامراض او الالوان اللي بتبقى تصبغات في الجلد، زيت الزيتون ده بالذات اللي هو البيور البكر الممتاز بيعالج كمان الامساك. معلقه على الريق بس، رائعه للناس اللي عندها مشاكل في القولون وامساك رهيب مزمن. طيب هنقلب كده المكونات دي. بسم الله، عايزه اضيف بس شويه زيت زيتون كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ومفروض اضيف مع الخفق بس انا هحطه مره واحده بقى. الريحان ريحته حلوه قوي. الله، حاضر. بصوا بقى، ماشي حاضر اتفقنا. طيب انا بصوا ضربت الصوص، ما حطيتش لسه البارميجان ولا حاجه، انا بسخن حله بسيطه. طبعا سلقه المكرونه، المكرونه دي بتتسلق يعني 9 دقائق تبقى ممتازه جدا. تعالوا بقى، في ميه وملح،
الريحان ده بقى عايزه اقول لكم رائع، منعش حقيقي. يعني اولا بيعالج امراض الكبد، بينكه رائحه الفم جدا، الناس اللي بتحب تاكله كده رائع او تشرب، لان هو فيه كمان كميه كالسيوم ومغنيسيوم بوتاسيوم، بيعزز صحه القلب. يعني هو بصراحه الريحان رائع حقيقي. يعني الشاي اللي بالريحان ده رائع، بس برضو الافراط زي ما اتفقنا بيسبب حساسيات ساعات وبيخفض برضو ضغط الدم. طيب تعالوا بقى هناخد كده الصوص ده هنا، كده بقى هنا بصوا هحط بقى ايه، انزل بقيه الصوص ده. عايز اقول لكم ريحته تجنن. روعه. عايزين يبقى فيه كده شويه طبعا نكهه الثوم مع الريحان. وهنحط دلوقتي الجبنه البارميجان. الثوم ده برضو رائع، عايزه اقول لكم مضاد للفطريات بشكل قوي جدا، والناس اللي عندها مشاكل وساعات بيستخدموه لناس الاولاد ساعات لما يبقى عندهم ديدان او حاجات خاصه ب يعني الناس برضو الفطريات او جرثومه المعده دي. عايزه اقول لكم الثوم ده من الحاجات اللي بتقتلها، يعني بتساعد في العلاج جدا، بس برضو الافراد بيسبب اما انتفاخات او حموضه زايده، وفي ناس عندها قرحه ما بتستحملش. اهم حاجه ما يبقاش على معده فاضيه، ناخده في وسط الحاجات، والناس اللي عندها مشاكل قويه ما تاخدوش، يعني بيبعدوا عنه تماما. بصوا انا حطيت كده البارميجانو اللي هي شويه صغيرين، معلقتين ولا حاجه. الجبنه دي حلوه كمان، عايزه اقول لكم يعني ايه ليها طعم وتيست مختلف. ممكن عندنا يحل محلها الرومي، بس هي ليها طعم مختلف سنه، بس قريبه من الرومي، ما يجراش حاجه لو الرومي موجوده وهنستخدمها، ما فيش اي مشكله خالص. لكن برضو ما نكترش فيها، برضو نسبه صوديوم عاليه خلوا بالكم. طيب هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، يغلي بس الخليط. انا سلق المكرونه، قلنا في ميه وملح ده الاساسي. لو نوع المكرونه حضراتكم متخوفين منه يبقى هنستخدم شويه زيت، شويه زيت صغيرين قوي، معلقتين زيت ولا حاجه. هنقلب بقى الصوص ده، خليني كده ايه كده اطلع الطبق هنا. عايزه اقول لكم هي البيستو دي مكرونه ايطاليه، وعايزه اقول لكم سموها بيستو لانها جايه من كلمه بيست او بيست، جايه من الدقه او الطحن. يعني كانوا زمان بيعملوا المكونات دي ويدقوها في الهون الجرانيت ده، فعشان كده هي سميت بالاسم ده. بصوا بس هي ليها طعم سبحان الله جميل، وليها ناس بتحبها بجد. عايزه اقول لكم كل الاطفال بتحب المكرونه، وعايزه اقول لكم كل ما الاطفال هي بتاخدها وهي صغيرين هي بتدي طاقه كده، بتبني عضلات وبتديهم طاقه حلوه يعني، بس مش كترها يعني عشان ما يتخنوش. عايزه اقول لكم بقى لما بننوع كده في الحاجات الانواع المكروني اللي بياكلوها دي او المكرونه اللي بياكلوها بتبقى حلوه قوي. نعودهم مثلا على الريحان، نعودهم على الحاجات اللي فيها حاجات طبيعيه اللي فيها فراخ، الحاجات دي بتبقى جميله للولاد قوي، الولاد الصغننين بيموتوا فيها كل انواعها. الريحه روعه بصراحه، وانا اخترت الشكل ده لانه يعني بيبقى شكله حلو فيها حقيقه يعني. وعايزه اقول لكم كمان سخنه حلوه وبارده حلوه، يعني في الحالتين حضراتكم عايزين تاكلوها ساقعة وبردة مفيش مشكلة خالص. هنقلب بقى آخر تقليبة قبل ما نقدمها عشان الصوص بصوا بقى يبقى إيه ماسك كده على على المكروني نفسها. طبعا بشكر حضراتكم كل أصدقائنا، كل جماهير الأهلي اللي بيبعتوا لنا واللي بدأوا يتواصلوا معانا ويتفاعلوا من خلال برنامجنا على قناة الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بجد، وسعيدة بتواصل حضراتكم معانا سواء من خلال اتصالات في الكنترول روم أو في القناة، أو حتى من خلال الصفحة الشخصية أو الإنبوكس اللي بتبعتوا لي فيه مسجز. النهارده كمان هيبقى معانا ضيف من مشجعي الأهلي ومن يعني جمهور الأهلي، من الشباب بقى الواعد زي ما بيقولوا يعني. وهيبقى معانا حسام النهارده هينورنا وهيشرفنا، وهنعرف بقى يعني الولاد طالعين سبحان الله الكوره في دمهم. يعني دايما اقول لابني بالراحه على نفسكم كده وانتم بتلعبوا في البريك، يقول لي الكوره لازم يعني كل يوم الكوره دي، لو ما خدهاش تبقى عقاب شديد لو ما خدش الكوره وهو نازل. طيب احنا معانا مين؟
معانا ام محمود، يا اهلا وسهلا. صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي. يا اهلا وسهلا حبيبتي. الف الف مبروك. اسمه ايه؟ الف مبروك. ممكن تعلي صوتك شويه يا ام محمود؟ كده في مشكله عندك حبيبتي، يا ريت تحاولي تكلمينا تاني. الف الف مبروك ليه نجاحه في الثانويه العامه حبيبه قلبي، عقبال ما تفرحي بتخرجه يا رب. بصوا بقى، الصوت ضخم قوي يا ولاد، ولا انا اللي معليه قوي؟ طب معلش كلموني كده. كده ايه؟ اه كده كويس. اهم حاجه بقى البنوتات. لا يا فندم انا اقدر، ده انت مخرجنا على راسنا من فوق. انا اقصد بس عشان صوتهم بيبقى غليظ كده، فقول البنات صوتهم تخن ولا ايه؟ عشان بقوا يعني في قناه الاهل يعني. ايوه كده حلو يا شيم، تسلم ايدك. نبدا بقى نقدم. بصوا بقى المكرونه دي جميله ازاي، ريحتها روعه وطعم كمان هيبقى روعه. بصوا كده ننضف بس حوالين الطبق. ماشي يا فندم، انتوا تأمروا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ ناخد كده بقى رشه بسيطه من الريحان، روعه تغيير. وعايزه اقول لكم بارده بتبقى روعه كمان. لو عايزين بقى تاخدوا جنبها حاجه مثلا صدر فرخه مشوي، مش لازم تكون حاجه يعني معموله في بريدنج ومقليه، هتبقى كمان جميله. بس طبعا مش الكميه دي كلها، هناخد كميه صغيره قوي تبقى مناسبه لينا. بسم الله، اهي المكرونه بالبيستو صوص. اللي عايز يضيف الكريمه، اللي عايز يضيف الدقيق، عايز يخليها جوسي اكتر، ماشي. هي كده الاصلي بتاعها بيتعمل كده، لكن لو انتوا حابين تضيفوا مفيش اي مشكله خالص. احنا حطينا زعتر، حطينا ريحان، حطينا لوز، حطينا زيت زيتون، حطينا ملح وفلفل وفصين من الثوم، وضربنا كل المكونات دي في الخلاط علشان يبقى الصوص اللي حضراتكم شفتوه، وضفت عليهم معلقتين من الجبنه البارميجانو علشان تدي التيست والطعم الحلو. طبعا نستسمح حضراتكم بقى، احنا خلصنا الشوط الاول، هنرجع نستعد للشوط الثاني. معانا ضيفنا اللي هينضم لي ان شاء الله من جماهير الاهلي، هينورني ويشرفني. معايا هيبقى حسام. هنتظر حضراتكم بعد الاستراحة واستقبل ضيفي، مستنياكم.